هذا الاعتداء والوحشية التي برزت فيه كان من الضروري أن يكون هناك لحظة أو عمل مشترك على المستوى الوطني على مستوى كافة أنحاء فرنسا، ربما ليس لنسيان ما حدث ولكن لطي الصفحة والعودة من جديد إلى الحياة. ليس من المصادفة أن هذه الدقيقة دقيقة الحداد هي التي ستكون المؤشر لإعادة فتح منتزه الإنجليز أو بوماند دانبي في نيس التي يتردد عليها أعداد هائلة كل يوم في خصوص فصل الصيف في هذه المدينة. شكرا جزيلا الصحفي وليد عباس من فرنسا متحدثا عن هذه الوقفة لعدد من الفرنسيين، عدد كبير من الفرنسيين في مدينة نيس والذين وقفوا دقيقة حدادا على أرواح من قضوا في حادث نيس الإرهابي وحادث الدهس الذي تعرض له مواطنون فرنسيون يوم الخميس الماضي. هذه عودة إلى الملف التركي، حيث أقالت السلطات التركية 30 محافظا وأكثر من 50 موظفا رسميا رفيع المستوى، كما أوقفت ما جملته 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ مجدي بكير. أستاذ مجدي، كيف نظرت إلى هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية مع من تشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب الجمعة الماضية؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أولا أنا بأنظر إلى هذه الخطوة الأخيرة باعتبارها منطقية وطبيعية في ضوء ما بدا واضحا من توجه من جانب أردوغان لاستغلال ما حدث من محاولة انقلاب فاشلة لإنجاز وإتمام مهمة كان قد بدأها في الواقع قبل أصلا حدوث محاولة انقلاب. لو نظرنا إلى أنه خلال ساعات الـ 48 ساعة الماضية ارتفع عدد من تم اعتقالهم أو تم فصلهم سواء من الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الموظفين أو المحافظين، كل ذلك هذا يعكس أنه كانت هناك بالفعل قوائم معدة سلفا، وإلا لما أمكن خلال هذا الوقت. نعم، لأن هناك بالفعل سرعة كبيرة في اتخاذ هذه القرارات. نعم، وبالتالي هذا يعكس ما كان واضحا يعني من لدى الجميع حتى قبل حدوث هذه الأحداث التي ربما يكون لسان حاله يعني لو لم يجده لاخترعه، لأنه هناك محاولة في جانب منها للخروج من الخلفية القاتمة لأداء أردوغان في الفترة الأخيرة سواء للفشل الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو تكرر تعرضهم لعمليات الإرهاب، في وقت كانوا يتحدثون عن أنهم يعني بعيدين عن ذلك. أشير أيضا إلى أنه من الملفت للنظر وما لاحظه المراقبون أنه صحيح أن هناك عدد كبير من المواطنين يؤيدون رئيس الجمهورية سواء كان أردوغان أو غيره أردوغان، هذا أمر لا يمكن القفز عليه. الأتراك في أناضول يؤيدون هذا، لكن الواقع أن حالة انقسام شديدة قد كررتها هذا الاستغلال السيء لما حدث خلال الأيام القليلة الماضية. لو لاحظت حضرتك أن بعض الشعارات التي رفعت خلال المظاهرات الأيام الماضية كانت تشدد على مهاجمة الأكراد الذين يمثلون نسبة غير قليلة من الشعب التركي، وتستغل الموقف في
إقصاء كل من هو ليس مواليا لهم. طب في تقديرك أنه هذه الإجراءات الانتقامية من جانب أردوغان وحكومته ستجعل مستقبل تركيا أكثر استقرارا أم أكثر قلقا واضطرابا؟ من المؤكد أنها ستجعل مستقبل الاستقرار في تركيا على المحك، ليس هذا ما أقوله أنا، ولكن كافة من يعني يراقبون الوضع الحالي في تركيا يشيرون إلى أن المنحة الذي أخذه كان أمامه فرصة أرجو أن لا يضيعها أخرى لمصلحة الشعب التركي وليس لمصلحته، أن يحاول أن يلملم ما انفرط من عقد بين أبناء الشعب التركي، لأن حتى الأحزاب المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية التي وقفت ضد أي محاولة انقلابية اليوم أعلنت فعلا أنها لن تستمر في هذا الموقف طويلا، بمعنى أن صحيح أنها تعارض الموقف ده ليس لصالح أردوغان وليس لشخصه، وإنما لاعتبارات المحافظة على مؤسسات التركية، وأنها ستعود سريعا جدا لأنها ستشعر أنه يحاول أن يستفيد مما حصل، وهو قد قال ذلك بشكل صريح بعبارته أن ما حدث هو هبة من الله جاءت لاستكمال عملية الإقصاء والتقسيم الحادة التي تحصل الآن في تركيا. نعم. فتفضل. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي بكير المتخصص في الشؤون التركية. وننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى أنقرة لمتابعة جزء من كلمة رئيس الوزراء التركي حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا. تأجيل الشروط الآن يتم تقييمها، وجميعها الآن في الأيام المقبلة سيتم اتخاذ القرارات الصائبة بحقها وسنعرضها على الرأي العام. المشتبه الوحيد هو الكيان الموازي وتنظيم فتح الله جولان الإرهابي، هل هناك من شاركهم ولم يشاركهم؟ مدى مساهمة أو دعم أي قوى أخرى؟ العدالة التركية سوف تقوم بتقييمها بدقة متناهية لغاية أن تظهر الحقيقة الجلية. لا أحد يستطيع أن يهرب بما قام به من ضرر، لن يكون هناك أي شيء يبقى في الظلام، هذا دين على رقابنا لبلدنا ولشعبنا. تفضلوا. من تلفزيون تي في نت، كان هناك أعمال بصدد إعادة فتح الله جولان من أمريكا إذا تم اتخاذ الشروط اللازمة. كان هناك طبعا تصريح من جون كيري. ما هي الشروط؟ هل تم مناقشتها؟ أريد أن أقول شيئا آخر بالنسبة لجزاء الإعدام، عقوبة الإعدام، هناك توقع لذلك. هل علينا أن نتوقع خطوة من الحكومة بهذا الصدد؟ نعم، تشكرنا أصدقائنا لأنهم تضامنوا مع الديمقراطية التركية، الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وحليفة استراتيجية، وبعدة مواضيع الأمن والتجارة لدينا علاقات عميقة معها. أنا أقول كلامي للإداريين والسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية أن إسقاط حكومة ديمقراطية وجلب كيان لا تستطيع أن وصفه بأي شيء، ليس لديه قيم دينية وليس لديه أي وصف، وليس من الواضح ما هي أهدافهم، وهم جماعة مظلمة وهناك تهديد عالمي ينبثق من ذلك. الأدلة والمستندات لا يمكن أن يكون هناك أي أدلة أقوى من ذلك.
الحكومة الشرعية المنتخبة والإرادة الوطنية. هذه هي عبارة عن مجموعة من الحشاشين يحاولون إسقاطها ويحاولون التحكم بها، ما يصفونهم بأولو الرأي. ورغم عن كل ذلك، إن كان أصدقاؤنا لا يزالون يطالبوننا بتقديم الأدلة، فنعتذر، نحن قد خاب أملنا بهذه النقطة، وصداقتنا بهذه المرحلة ربما نذهب للتشكيك بها. ربما رغم كل شيء، كل المستندات وكل الأدلة موجودة بوزارة العدل والأعمال مستمرة. أما بما يتعلق بعقوبة الإعدام، نعم هناك تظاهرات في الشارع تطالب بعقوبة الإعدام. تركيا دولة حقوقية ودولة قانون، وجانب ذلك نحن نقوم نمارس السياسة من أجل شعبنا، ونأخذ بعين الاعتبار ما يطلبه الشعب، وهو أمر علينا. طبعا الحدث ساخن، ليس من الصحيح والصواب أن يتم إصدار قرارات سريعة، لكننا لا نستطيع تجاهل هذه المطالب. المجلس يفكر وتتم الاستشارات، ذلك أمر يتطلب تغيير الدستور. هنا قناعة الشعب ورأي الشعب يتم التحرك بصدده وبصدد طلب الشعب، لا نرفضه مسبقا ولا نقبله مسبقا بهذه المرحلة من أجل تجنب نتائج غير صحيحة. من CNN نسأل أن هناك كانت طائرات عمودية وطائرات F-16 لا تزال تحلق من حين لآخر في بعض المناطق، هل هي تشكل عنصر خطر أم أنها بأمر منكم ومن رئاسة الأركان؟ هل هناك أي أجهزة أو طائرات ضائعة أو غير موجودة؟ هل هناك احتمال أيضا احتمال لتكرار مثل هذه المحاولة؟ نعم، طبعا هناك نقص، لأن الآن لا توجد، لم تعد هناك أي وسائل طيران أو سيارات عسكرية ناقصة، سواء في القوات البرية أو الجوية. كل التدابير تم إتمامها واتخاذها، ولا يوجد الآن أي تردد. لقد عشنا صدمة كبيرة كشعب. الآن إذا وقع أصيص من الزرع فإن الناس يخافون أن ربما قد وقعت عليهم قنبلة. لذلك لا تزال هناك إنذارات مكثفة كثيرة، نحن نقيمها جميعا سواء كانت تافهة أو حقيقية. لا نستطيع أن نترك أي شيء للحظ وللصدفة، لكن بالطبع بشأن الساحة الجوية الأمنية التركية لا يوجد بها أي مشكلة، تم ضمان أمنها، و الآن الساحة التركية مغلقة للتحليق العسكري ما عدا الأوامر الرسمية. الأساس الآن هو إغلاق الساحة الجوية، لكن في حال الاستثناء فلنفرض هناك طائرة غير معروفة أو مجهولة، فإن قوات العسكرية الجوية تلقي تعليماتها من أجل إرسال الطائرات، رؤية ما إذا كانت هذه الطائرة تشكل تهديد فيتم القضاء عليها. بهذا الشكل فإن التحكم والمراقبة مستمرة. سؤال أخير.
تابعنا مشاهدينا الكرام جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء التركي علي يلدريم بشأن التمرد محاولة التمرد الفاشلة التي تعرضت لها تركيا مؤخرا. وتحدث رئيس الوزراء من خلال هذا المؤتمر الصحفي على ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتحقيق مطالب الشعب في مواجهة من قاموا بهذا التمرد. وفي سؤال عن احتمال تكرار هذه المحاولة مرة أخرى من قبل البعض، تحدث عن أن الدولة التركية تعرضت لصدمة جراء هذا التمرد الفاشل وكان لابد من وضع استعدادات قصوى لمواجهة أي محاولة أخرى. هذا ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة التمرد على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.